نحييكم مشاهدي العراقية الرياضية أينما كنتم، ويسرون أن نكون معكم وحلقة جديدة من برنامج جولة رياضية. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون عبارة عن جولة نتنقل فيها داخل أروقة منتديات مديرية شباب ورياضة ذي قار، لنتعرف على طبيعة عمل هذه المنتديات والخدمات التي تقدمها لمرتاديها. تابعونا. معي في بداية الحلقة الكابتن مهند السهلاني، مدير مديرية شباب ورياضة ذي قار، للحديث حول طبيعة عمل منتديات المديرية التي تنتشر في أغلب أقضية ونواحي المحافظة. أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا جنابك والأخوان العراقية. نبدأ إن شاء الله اليوم في منتدى الناصرية النموذج إن شاء الله. إحنا نريد نعرف المشاهدين وتحديدا شريحة الشباب بطبيعة عمل المنتديات والخدمات اللي تقدمها. أولا خلينا نعرف عدد المنتديات الموجودة بمحافظة ذي قار. طبعا أستاذ أحمد، منتدياتنا المنتشرة في جميع الأقضية والنواحي هي تقريبا 16 منتدى. 16 منتدى. هذه المنتديات هي تقدم خدمات خاصة للشباب. يعني تدري وزارة الشباب والرياضة هي قسمين، شباب ورياضة. فقسم خاص بالشباب هم متواجدين في المنتديات. مهمة هذه المنتديات هي لرفد يعني المؤسسات الحكومية بالطاقات الموجودة من الشباب، ترفد بها هذه المؤسسات من إقامة دورات كبيرة. اليوم انت يعني كان موعد معانا، اليوم عندنا دورات راح نشوفها ان شاء الله بأرض الواقع. عندنا دورات مسائية، عندنا دورات يعني بكافة الأمور، من الخياطة، من فن التجميل، من دورات الحاسوب، من اكتشاف المواهب، من كافة الأمور. طبعا هاي كلها مجانيا وبمبادرات، يعني ما نعطي مبالغ احنا لكون الوزارة تدري نحن من دوائر المنقولة الصلاحية. وهذه يعني أتمنى تطلع هاي بالموازنة، اعطونا بالأنشطة فقط 300,000 دينار عراقي لمدة سنة كاملة. اعتمدنا على المبادرات، اعتمدنا على موظفينا، على المدربين اللي عندنا، فقمنا هاي النشاطات بمبادرات يعني. والحمد لله والشكر منتدياتنا اليوم شوفها، راح تشوف انت الشاهد العدد الهائل من الشباب والشابات المتواجدين في سبيل يعني نقدم في خدمة لهذه المحافظة. طيب خلي نرجع للي ذكرت حضرتك انه تعتمدون على نفسكم، تقصد؟ نعم. كمديرية. نعم. هو انتم اصلا المعنيين بادارة هذه المنتديات، بالتالي عندكم مدربين وعندكم كوادر. نعم. تعمل للمديرية، يعني ماذا تقصد بالاعتماد على نفسكم؟ اعتمدنا على نفسنا، لان تدري انت هذه الدورات تحتاج بعض المرات الى متدربين من خارج المديرية، تحتاج الى امور لوجستية، تحتاج يعني ابسط شيء الامور المالية لغيرها. يعني تقريبا احنا من 21 لحد الان، اليوم اتكلم وياك بشهر الثامن هذا 2022، لحد الان احنا ميزانيتنا صفر، يعني جوا الصفر، 300 دينار عراق فقط. يعني اعرف من كلامك انه تحتاجون مدربين من خارج المديريه. نعم. يعني ما عندكم اختصاصات متكامله ضمن المديريه حتى تغطي المنتديات؟ نعم، تحتاج الاختصاصات استاذ احمد. تدري يعني اليوم المديريه تقريبا من 2017 و16 لحد الان ما عندنا اي تعيين، احنا اجت طلعوا متقاعدين. نحتاج لنا يعني شباب، نحتاج لنا كوادر اختصاص، وحتى اللي نريد نتعاقد وياه ماكو اي قانون نتعاقد مع متدربه وغيره وكذا، فنعتمد بالعلاقات وبالمبادرات. هم نفسهم ابناء المحافظه من المتدربين جاي يطوعون عندنا، اضافه الى متدربين عندنا من الكفاءات الموجوده في المديريه الان دخلوا دورات خاصه بهذا المجال. نعم، يعني قصدك انه هناك قوانين تقيد عملكم بعض الشيء؟ نعم، داخل الوزارة. نعم، تدري من كنا كان ارتباطنا بالوزارة كانت الأمور تجينا جاهزة. اليوم المديريات كلها ال 17 مديرية أصبحت تقريبا هي وزارة، يعني اليوم مديرية شباب ورياضة ذي قار هي وزارة بحد ذاتها بكامل تفاصيلها، هي وزارة، والمنتديات هي الأذرع مالتها والأجنحة الموجودة. وزارة ونثريتكم 300,000 دينار مثل ما ذكرت. نعم. بالنسبة للمنتديات. نعم، للأنشطة أعطوني فقط 300، وموجودة عندنا بالحسابات، وتدري يعني أنت يعني نحتاج احنا يعني هواي أمور. طيب
نسأل عن المنتديات أيضا. المنتديات مصنفة، يعني منتدى فئة ألف، نعم منتدى موجود. نعم إحنا المنتدى الآن منتدى ذي قارة نموذجية من يافع، طبعا هنا مشترك بين الوزارة وبين المحافظة. منتدى الناصرية النموذجي هو نفسه المركز الوطني لرعاية الموهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة، والمنتدى الناصرية النموذجي هو تابع لمديرية الشباب والرياضة، تعاون بين الوزارة والمحافظة في هذا المنتدى اللي هو منتدى ألف. طيب احنا راح جولتنا ننتقل الى منتديات اخرى، نعم، حتى نشوف طبيعه العمل ونطلع، نعم، بشكل موسع على مختلف الانشطه اللي تقام داخل المنتديات والخدمات التي تقدم لشريحه الشباب. حياكم الله، وان شاء الله اليوم تكون فرصه طيبه وتشوفون منتدياتنا مثل ما شفتم ملاعبنا. هذه واحدة من القاعات اللي تقدم خدمات للشباب، خدمات رياضية إضافة إلى خدمات أخرى سنطلع عليها خلال جولتنا. معي الآن الكابتن جبار شمخي مسؤول الشعبة الرياضية في مديرية شباب رياضة ذي قار. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك كابتن وبقناتكم الموقرة. كابتن نعرف المشاهدين عن طبيعة الخدمات اللي تقدمها المنتديات، وإحنا الآن في القاعة الرياضية، بالتالي هناك خدمات للمهتمين بالجانب الرياضي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مديرية شباب ورياضة ذي قار أبوابها مفتوحة ومنتدياتها وقاعاتها الرياضية وخصوصا ملاعبها للشباب. طبعا شبابنا خصوصا محافظة ذي قار يعانون من الإهمال وقلة الاهتمام بسبب قلة الملاعب. يعني احنا الحمد لله والشكر كمديرية شباب ورياضة ذي قار خلال هاي السنة انجزنا اكثر من 34 ملعب، يعني 20 ملعب الحمد لله والشكر تم استلامهن من الشركات المنفذة، وباقي الملاعب قيد الانجاز ان شاء الله. طبعا قاعاتنا هاي القاعة هسه احنا متواجدين بها هي ابوابها مفتوحة للشباب والناشئين والاشبال وحتى مؤسساتنا الحكومية والمؤسسات اللي تدعم هذه الشباب. طبعا منتدياتنا وقاعاتنا غير كافية بالنسبة للإقبال الكبير على هذه القاعات، يعني لو تشوف انت حتى هسه فريق نادي شرطة مرور ذي قار يتمرن به، احنا حصلنا وقت لهاي الشباب، يعني حتى المؤسسات الحكومية أبوابنا مفتوحة إلها. احنا يعني هسه داخل المركز عندنا قاعة واحدة اللي هي هاي هسه الآن بيها احنا، وعندنا قاعة يعني بصراحة قدمنا طلب المحافظ ذي قار إن شاء الله يقومون بترميمها، والإقبال الكثير لهاي الشباب وهاي اللعبة، ممارسة هاي اللعبة كرة القدم، وبصراحة يعني احنا عاجزين عن تقديم الخدمات لهاي الشباب بالنظر لكثرة الأعداد، ونتمنى من الله. عذرا للمقاطعة كابتن، القاعات والملاعب غير كافية، احنا الآن ضمن القاعة الرياضية مثل ما ذكرنا بالبداية اللي هي بالمنتدى النموذجي، أيضا هي يعني موجوداتها متواضعة وهناك قدم لبعض الأشياء التالفة داخل القاعة، حتى الإنارة داخل القاعة غير متكاملة، يعني قاعة وحدة وهي غير متكاملة، فكيف إذا تعددت القاعات؟ كيف تتمكنون من إدارتها وإعادة صيانتها باستمرار؟ والله احنا هاي المشكلة نعاني من عندها احنا كمديرية، يعني الدعم المالي تعرف انت البلد يمر بظروف صعبة، البلد يمر بأزمة مالية، هاي القاعة شوف اناراتها يعني من تكونت لحد هذا اليوم ما كان بها صيانة او ترميم لها بالنظر للإقبال الكثير على هذه القاعة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان وزارة الشباب، محافظ ذي قار، المحافظة العفو الحكومة المركزية المحلية ان ناشدها من خلال قناتكم ان تتجه لهاي الشباب وهاي المواهب من خلال دعمها بصراحة. وقاعاتنا يعني بصراحة تعاني من قلة الموظفين، قلة العاملين بالقاعة، كوادر أيضا محدودة، أي كوادر ما عندنا بصراحة. كابتن جبار الآن يعني أفهم من كلامك حتى يكون واضح بالنسبة للسادة المشاهدين أنه الزخم وأعداد الشباب اللي ترتاد القاعة والملاعب هو أيضا يسبب حالات التلف المتواصلة لموجودات القاعة والملاعب. بصراحة احنا حتى كوادرنا قليلة، يعني عمال خدمة ما عندنا بالمديرية، قدمنا المحافظ ذي قار اسماء
وبصراحة عاجز المحافظ يقول لك الحكومة المركزية ما جاي توافق عليها، فإحنا بالتعاون يعني بصراحة يعني إحنا كمديرية جبنا ناس تخدم هاي الشريحة ومن جيوبنا الخاص جاي نعطيها بصراحة. بالنسبة لمديرية شباب ورياضة ذي قار تعمل جاهدا على فائدة الفئات العمرية خاصة فئات الشباب والناشئين. احنا كمدرسة سومر الكروية تابعين وزارة الشباب والرياضة بشهادة رسمية من الدكتور أحمد الموسوي ودكتور نجم عبد المطشر. مديرية شباب ورياضة ذي قار دائما تبادر بالمبادرات اللي تخدم جميع الرياضات وخاصة كرة القدم. احنا كمدرسة سومر الكروية دائما أبواب المنتدى هنا مفتوحة، وبأي وقت احنا نجي نتمرن ونحضر سواء بالقاعات المنتدى أو القاعات الرياضية أو الأماكن اللي تكون بها الاجتماعات الخاصة. بالنسبة حتى الأبواب المنتدى جميعها مفتوحة، خاصة هنا بوجود مستشار المحافظ الأستاذ محمد جاسم هم أبوابه مفتوحة دائما ويستقبل جميع الأطياف الرياضية. دائما مديرية الشباب الرياضة هم يعملون من أجل نجاح الرياضة في محافظة ذي قار، وهذا شيء إيجابي يعتبر ومغفر لنا كرياضيين. احنا كجهة رياضية وكجهة رسمية تابعين لهذه المديرية دائما نعمل بالموجود، وهو هذا اللي نسعى وندعي الحكومة المحلية والحكومة المركزية بتطوير الأماكن والمنتديات الرياضية في المحافظة لزج الشباب وابتعادهم عن هواي أمور، وخاصة في الآونة الأخيرة كثرة الأمور السلبية. مع الآن الكابتن عقيل عبد الرضا مدير المنتدى النموذجي في محافظة ذي قار، أهلا وسهلا بك كابتن. حياك الله كابتن. نعرف المشاهدين عن طبيعة عمل المنتدى النموذجي الذي يعتبر من أكبر المنتديات في المحافظة، آلية عمله، كيف يستقبل مختلف الأنشطة الشبابية المتدربين سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الثقافي أو المستوى العلمي. المنتدى الناصرية النموذجي بال 2012 انفتح، وكان اكو الى تخصيص مالي ودعم من الوزاره. من انتهت الدعم المالي اي منشاه بدون دعم مالي ما تشتغل. احنا المستلزمات والانشطه الرياضيه يراد لها مستلزمات، ادامه المنتدى وادامه الانشطه مالته يراد لها تخصيص مالي. من انقطع التخصيص المالي احنا ظلينا بس ندعم المنظمات الجماهيريه والفرق الرياضيه والانديه والاتحادات نهيئ لهم المكان والملاعب والساحات. طيب المنافذ اللي المفتوحة أمام الشباب اللي يرتادون المنتدى، يعني كيف ينسقون مع الإدارة حتى تسلمهم قاعة علمية، قاعة رياضية، ملعب خارجي؟ يعني هو هذا الاتصال بالمديرية، الموافقات تحصل من المديرية بالنسبة للقاعات والساحات والهاي. احنا مجرد بس نهيئ القاعة إذا كان مسرح أو ساحة رياضية أو قاعة خياطة أو قاعة حاسوب، موافقات من المديريه تجينا لنا. يعني اختار من المديريه. نعم. بالنسبه للجلتي تستفيد. نعم. كتاب رسمي احنا نهيئ لهم المكان. نعم نهيئ. طيب شفنا يعني كنا قبل قليل بالقاعه الرياضيه، القاعه يعني متواضعه نوعا ما، يعني انت قلت من 2012 يعني 10 سنوات تقريبا عمر المنتدى، القاعه متهالكه، فسبب هذا الشيء. تلعب خماسي، جميع الفرق اللي تلعب خماسي على هاي الساحه. نعم. والساحه يعني ما عندنا منظف احنا. احنا ما عندنا عامل خدمة بالمنتدى، فإيراد لها يومية تتنظف، لأن من كثر ما الألعاب الرياضية بيها الجام كله تكسر، الجام يدخل تراب. نعم. ولازم يومية أنت تنظفها. نعم. يعني الزخم اللي موجود هو السبب. نعم. الزخم وعدم وجود كوادر معنية بالتنظيف. نعم. والصيانة. نعم. 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 طيب المخرجات المنتدى حتى الآن منذ 10 سنوات كيف تقيمها حضرتك؟ سابقا مخرجات كل الجيدة، يعني كنا ندعم فرق الأندية وفرق الاتحادات وفرق التربية. فرق التربية كان أغلبها يعني من مراكز الشباب، لو ترجع سنوات سابقة كل الفرق الرياضية هي منبعها مراكز الشباب، فمراكز الشباب مهمة جدا لإدامة الفرق الرياضية والأنشطة. الآن ماكو، الآن احنا نقعد نهيئ مكانات نهيئ مكان
في سبيل يجون فرق الأندية والاتحادات تمرنون عندنا لا أكثر ولا أقل. إحنا مجرد أرض يتناولون أنشطتهم علينا، هاي لا أكثر ولا أقل. نعم. ما عندنا مرتادين. نعم طيب كابتن، وحتى يعرف السادة المشاهدين إحنا جايين سابق مع الزمن في سبيل أن نكمل التصوير والكهرباء مستمرة، لأن في حالة انقطاعها لا يوجد بديل. هاي بالنسبة لنا إحنا نصور حلقة داخل المنتدى نعاني من هذه المشكلة، كيف المنتدى يدير أعماله بدون وجود بديل للكهرباء الوطنية؟ يعني احنا الانشطه مالتنا دائما نسويها ويا الوقت الكهرباء، بنعرف يعني امتى تطفي الكهرباء نسوي الانشطه مالتنا. بس مرات يعني يجون على المسرع على هاي يعني يضطرون يفتحون البيبان، ما يقدرون يسوون. نعم. ما يقدرون. حتى احنا شفنا يعني خلال اللي يتصلون بالكهرباء يلا توفر لهم الكهرباء مثلا. نعم. ما يقطعون الوقت اللي هم موجودين. نعم نعم. طيب احنا ايضا خلال جولتنا شفنا اكو بعض القاعات اللي تحتاج الكهرباء مثل الخياطه. أيه. الحاسوب، هاي بدون كهرباء لا يمكن العمل. بدون كهرباء. نعم. احنا عندنا هو هذا يعني ساعتين باربع ساعات تجي الكهرباء، مرات الاربع ساعات هم تطفي. لا احنا مو بصدد الجدول نعرف، لكن البدائل ما عندنا بدائل، نضطر ننهي الدوره لان ما تتحمل النساء او شباب او ناس كبار ما يتحملون يقعد بدون كهرباء. نعم. نضطر ننهي الدوره نخليها على اليوم التالي. معي الآن الأستاذ علي عبد الأمير معاون مدير المنتدى العلمي. طبعا انتقلنا من المنتدى النموذجي إلى المنتدى العلمي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، شرفنا بحضوركم. نتعرف على طبيعة الخدمات اللي يقدمها المنتدى العلمي. كنا في منتدى النموذجي وتعرفنا على الخدمات اللي يقدمها، الآن نعرف المشاهدين بالمختبر العلمي، طبعا هو معني بالشأن العلمي والفكري والحرفي. نعم. منتدى الرعاية العلمي هو أحد المؤسسات المرتبة بوزارة الشباب الرياضي ومدير الشباب الرياضي ذي قار. المنتدى يقدم يهتم بالمخترعين والمبتكرين العلميين في المحافظة، ويقدم دورات علمية لجميع لرفع قدرات تنمية الطاقات الشباب العلمية من خلال دورات ميكانيك، دورات في علوم الأحياء، دورات في اللحام والقطع، دورات في علوم الفيزياء والفلك. فالاختصاص موجود ودائما المنتدى مفتوح للمواهب العلمية لإرعاء وتنمية قدراتها داخل المحافظة. كيف تستقطبون الشباب؟ ما هي الآلية؟ والشباب اللي يتواصلون مع المنتدى العلمي شلون يعرفون طبيعة الخدمات؟ شنو نوعها؟ تلائمه ما تلائمه حتى يشترك أو لا؟ طبعا المنتدى الرعاية العلمية عندنا صفحة خاصة على الفيسبوك ومنتدى الرعاية العلمية الناصرية، بها ننشر أنشطتنا اللي موجودة بالرعاية العلمية، ويقدر اللي الموهوب من خلال هاي الصفحة يقدم القدرات اللي عنده. احنا نقدر أهم الإنسان ده ونساعده في تطوير قدراته العلمية، فمن خلال صفحتنا الموجودة على الفيس دائما الأنشطة تتوارد علينا من خلال هاي الصفحة. طيب ايش قد حضرتك بهذا العمل صار الفترة اللي قضيتها؟ أنا صار لي 15 سنة في هذا العمل. برأيك مو اللي يكون تنسيق بينكم وبين المدارس حتى استقطاب الشباب يكون بشكل أوسع ويكون بشكل نظامي أيضا؟ نعم، هاي بوابة ثانية عندنا من خلال الجامعات، مو بس المدارس فقط، المدارس من خلال الجامعات الموجودة في المحافظة، ومن خلال المدارس الصناعية والمهنية، ومن خلال المدارس الإعدادية، أي شيء مستوى علمي احنا دائما نتصل بالبيبان على المدارس والجامعات لتطوير قدرات العلمية أو استقطاب الموهوبين والمبتكرين لدى هذه الجامعات ومساندتهم وتقديم الخدمات من خلال كادر هندسي موجود في المنتدى الرعاية العلمي يقدر يساعدهم ويساندهم في تطوير قدراتهم العلمية. يقيم منتدى الناصرية النسوي عدة أنشطة، أنشطة ثقافية وفنية وعلمية لغرض منها تطوير قدرات ومهارات الشابات اللي يرتادن المنتدى. عندنا من ضمن الأنشطة الفنية دورات الخياطة، دورات الصالون، دورات الأعمال اليدوية، دورات صناعة المواد الغذائية. هذه الأنشطة على مرور الأيام الشهر المرتادات المنتدى النسوي والمحاضرات اللي موجودات راح يدربون البنات على هذه الأنشطة، وعندنا دورات منعتها تدريبات على الأنشودة الوطنية والعرض المسرحي. هذا بالنسبة للنشاط الفني. بالنسبة للنشاط الثقافي المرتادات اللي يرتادن منتدانا من الشابات ومن مختلف الأعمار نحاول أن نطور مهاراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وتثقيفهم وتوعيتهم من خلال دورات التوعية اللي نقيمها بالتنسيق مع قسم من المحاضرين اللي يرتادون منتدانا وقسم من الموظفين اللي موجودين، وأنا كمديرة منتدى ألقي المحاضرات اللي تعزز دورهن في المجتمع واللي تطور من قدراتهم وإمكانياتهم. كذا
كذلك عندنا دورة المشاريع الصغيرة، هاي دورة المشاريع الصغيرة ندرب المرتادة على كيفية تأسيس مشروع صغير مدر للدخل. كل امرأة اللي تدخل المنتدى ندخلها دورات حاسوب ودورات صالون ودورات خياطة دورات أعمال يدوية. هذه الدورات من تتخرج من تمكنها أن تقدر تفتح مشروع تفيد نفسها وتطور من قدراتها. اليوم مؤسساتنا بحاجة إلى تجديد، إلى تجهيز، إلى تدريب حتى ممكن أن تواكب حاجات وتطلعات وآمال الشباب. هذا الجانب أعتقد هو مسؤولية الحكومة المحلية. اليوم إحنا في يعني عملية فك الارتباط، وزير الشباب والرياضة في محافظة ذي قار هو السيد المحافظ، فنتمنى أنه السيد المحافظ ينظر لهذه المؤسسة، ينظر لحاجاتها ويقيم وضعها الحالي ومدى قدرتها على تقديم الخدمة لفئة الشباب، خاصة وإحنا نعرف أنه الشباب اليوم شباب يعني نزل للشارع ينتظر فعل حقيقي من قبل الحكومات لتقديم ما يمكن تقديمه. من خلال تجربتي اللي اجيت بها للرعاية استفاديت هو من خلال تطور وحتحقق اهداف وطموح انه نوصل ونحقق ونبطل يعني الشغل الاحراج والتوتر، وبحيث وصلنا الى انه نحقق مشاريع، وصفتنا انه الطلاب اليوم والجيل لازم يعني نحقق ونوصل حتى نوصل الفكرة للشباب البقية والفتيان هماتين، يعني نوصل انه احنا نقدر الكل شيء نحقق، وهدف انه مو صعب تحقيقه بعد محاولات ونقدر نستمر به حتى نوصل شيء ناجح، ونوصل الفكرة من عنده والتحقيق الهدف من شيء معين هماتين راح يوصل انه فكرة يبني جيل مرة ثانية جديد ويوعي ويخلي انه الشغلة إذا نريد نحققها مو صعب، فبعد ما نحاول وندرسها وندرجها فإحنا راح نوصل للشيء اللي نريده بكل تأكيد. منتدى النسوي وفرنا حاولت تستقطبنا وحاولت تضمنا ست ندى، وفرت لنا أجواء وبيئة مناسبة حتى تحتضن طاقاتنا عن طريق افتتاح مشاريع، عن طريق الحاسبات، عن طريق التلسكوب، عن طريق دورات تطوير ذات. حكينا في أكثر من محاضرة عن الطائفية، التلوث البيئي اللي قاعد يصير، مواقع التواصل الاجتماعي، سرطان الثدي، يعني كلها حاولنا ناخذ مواضيع ونطرق حلولها، ما ناخذ مشاكل ونطرق حلولها عن طريقنا احنا مجموعه من الشابات والاساتذه اللي موجودين ايضا. الفائده اللي قدمتها مراكز تدريبيه توفير مكان وقاعات تخصصيه للتدريب. بالنسبه للعبه الملاكمه مدرسه حديثه العهد، ارتأت وزاره الشباب والرياضه ان تنشا مدارس تخصصيه للالعاب الفرديه ومن ضمنها لعبه الملاكمه. فالمركز الموهبة رعاية الموهبة الرياضية في ذي قار اشتغل طيلة هذه السنوات على انتاج او استقطاب اللاعبين الموهوبين بلعبة الملاكمة وصقل مواهبهم وتطويرهم وزجهم في البطولات والمعسكرات والانشطة اللي يقيمها وزارة الشباب والرياضة واتحاد الملاكمة. ومن خلال فترة عملنا بالمدرسة الحمد لله والشكر قدرنا نشترك بأكثر من بطولة اللي يقيمها الاتحاد المركزي أو يقيمها وزارة الشباب والرياضة، وقدرنا نطلع لاعبين أنه ينافسون على المستوى النتائج الأولى بالبطولات. قبل المدارس أو يعني بالعطل نكتب إعلان نستقبل أي شاب، أي برعم، أي موهبة نكتشفه ونشوفه موهبة يعني للتاكواندو، للملاكمة، لكرة القدم، يعني نكتشفه نشوف شنو، لأن هو اللاعب 50% الفطرة مالته. طيب 50. طيب الآن أنتم تتمرنون داخل قاعة مو على حلبة، موجودة حلبة؟ موجودة حلبة برا عندنا بالخارج، بس أجواء الناصرية أجواء حارة، يعني نسبة الحرارة 38 أو 37، اللاعب ما يقدر يقدم شيء. هاي قاعة رياضية وعندنا حلبة اصطناعية وعندنا أكياس والواعيب وعندنا مدرب ومساعدين مدرب. أنا جيت مبتدئة، ما كنت يعني عندي تطور كافي للمشاركة بالبطولات، بس بالتطوير قدرت أخذ مركز أول مرتين على مستوى العراق. تدريب مستمر، تدريب ناجح، حصلنا على إنجازاتنا، حصلنا على أفضل لاعب،
بطولة العراق أول في بطولة الأشبال، وثاني في بطولة الناشئين. الحمد لله وشكرا. إلى هنا نأتي إلى نهاية جولتنا، فقط نشير إلى أن محافظة ذي قار واحدة من أكبر محافظات العراق، وبالتالي نسبة الشباب فيها مرتفعة جدا، ومنتدياتها الشبابية بحاجة إلى توسعة وتطوير كي تلبي طموح شباب هذه المحافظة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.